متابعي قناة بيستارت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وفي فقرة تحديات، تحدي اليوم سوف يكون تحدي جمال بين يوتيوبرز عربيتين كلاهما ترعرعا في أمريكا، بداية بأصالة المالح والتي هي من أصول سورية. وللعلم فإن أصالة متزوجة من أنس مروة ولديها بنت اسمها ميلا. أصالة تمتلك موهبة الغناء ونجحت في عدة أعمال فنية، أما المتنافسة الثانية نور ستارز والتي هي من أصول عراقية. نور أيضا تمتلك موهبة الغناء وأصدرت عدة أغاني لاقت نجاحا باهرا. برأيكم من الأجمل؟ اتركوا آراءكم في صندوق التعليقات. وإذا أعجبكم التحدي اضغطوا على زر الإعجاب. ومني أحلى سلام لكم لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناة بيستارت.